إذا بدنا نسمح لأبليكيشن رسام برسم السيركلز بحيث إنه تكون إكسباندبل مثل ما بيرسمها الرسام العادي، بحيث لما أختار سيركل وأرسم السيركل فأنا عم برسم السيركل وحركها فهي بتتحرك لحتى أعمل ريليز للفارة هون تثبت. ممكن بقى أنا أرسم دائرة تانية فحتى تكون إكسباندبل سيركل أو إكسباندبل ريكتانجل، بدل ما يكون إحنا فيكسد. إحنا هون عم نثبت الفيكسد للويدث والهايت، ومثبتين كمان فيكس للويدث والهايت تبع السيركل. فحأرجع على ابلكيشن رسام، حأفتح البينت البانل ابلكيشن رسام، يتألف من ديفولت باكيج اللي هي الباكيج الرئيسية ماي بروجرام اللي بيعمل رود لود للابلكيشن، وعندنا كان ماي فريم اللي هي فيها الزرار، عم نحط فيها الزرار وعم نحط فيها نعرف فيها البانل، وعندنا البانل اللي هي البينتر المسؤولة عن ابلكيشن الرسام، بحيث فيها موشن لسنر وماوس موشن لسنر بيسمح لي اني لما احرك الفارة بتنقلب الفارة الكورسر تبعها لكروس بدل ما تكون البوينتر العادي، بالاضافة انه لما اضغط على الفارة بيروح بيشوف اذا كان في زر مضغوط عليه بيختار فيه الشيب، ولما اضغط بيروح بتسجل هذا الضغط، بالاضافة لما يكون في عندي بين فبقدر اعمل بين دروينج. هلا بدي انا اضيف الفانكشناليتي تبع هاي البينتر واسمح لها انه لما اضغط على السيركل واعمل لها اكسباند فهي تتوسع. طيب وبالتالي هذا هون شغلي اكيد حيكون بالماوس موشن لسنر لحتى اقدر اعمل دراجبل مثل ما كنت عم بعمل بالايمج قبل السابق. اول شغله لازم اعملها اني اعدل على السيركل، فانا حروح اعمل الدرو سيركل، حضيف له ويدث وحضيف له هايت، حط الويت بدل ما يكون 100 100 ثابت يكون هو حسب الويت والهايت اللي جاي، بالإضافة ما في داعي اطرح 50 لحتى احطه بالمنتصف. نفس الخطوات هاي بدي اعدلها على السيركل لحتى اسمح انه يكون هذا الفانكشن بيرسمون للويت والهايت حسب الحركة تبع اليوزر. فنفس الفانكشن درو سيركل بس اللي تغير فيه انه صرت ابعت له ويث وهايت، ونفس الشيء هذا الحكي للريكتانجل. درو لاين ما حنعدل عليه، ماي بانل كونستراكتور ما حنعدل عليه، سيت شيب كمان ما حنعدل عليه حنتركه نفسه، بينت كومبوننت كمان نفس الفكره انه اذا كان لما يخلص بيروح بيرسم الايمج، لما كل اعاده رسم بيرجع بيرسم الايمج على الاوبجكت منشان لما اعمل مينيمايز ما تروح الرسمه. اتذكروا طبعا هلا هون نغير الكود، بس كنا لما نعمل مينيمايز عشان ما تروح الرسمه. فانكشن الكلير اللي بفضي الايمج بيرجعها لونها بيضاء. هروح على الموشن لسنر وحروح على الماوس لسنر. هون الماوس لسنر فيه الفانكشن اللي هو بريست والفانكشن يلي هو ريليزد. فلما تفلتت ايد الفاره هون الريليزد هو لما كنت انا كابس وقمت ايدي بريست كابس، اول ما اكبس مع اذا بضل كابس ما بضل هالفونكشن بينطلب. البريست هو عند كل كبسه والريليزد هو عند كل تفليته. فدرو سيركل هلا صار هون الفونكشن ما عاد ينطلب، ودرو ريكتانجل فونكشن هذا ما عاد ينطلب لانه صار الموضوع مختلف. صار عندي انا بكل كبسه بدي احفظ الاولد بوينت، وهذا الشيء الوحيد اللي بيهمني. يعني هذا الكود فانكشن كله هون ما عاد يهمني منه غير اني احفظ النقطة اللي ضغط عليها اليوزر. فحارجع لهون امحي هذا القوس حسيف، صار اول ما يضغط اليوزر الشيء الوحيد اللي بعمله بعرف وين ضغط. هلا الخطوة اللي بعدها اللي هي حروح على الماوس موشن لسنر. هذا الماوس موشن لسنر في ماوس موفد الفارة هي عم تتحرك بشكل عادي، ماوس دراجد الفارة هي عم تحرك والزر الكبسة اليمينية مكبوسة. فحروح على يمينية او اليسراوية ما بتفرق، انت فيك تختار شو الايفنت او شو هو تعرف من الاي مين هو الزر الماوس الفارة المضغوط. هلا اف كان شيب، اذا اف كان شيب ايكوال بين الس هلو الس اف شيب ايكوال سيركل else if shape equal
rectangle. هلا اذا كان الشيب هو circle، فاول شيء انا حطلع النيو بوينت اللي هو المكان اللي انضغط عليه النقطة. بالتالي اذا بدي احسب هذا النيو بوينت عند كل كبسة، بالتالي ما في داعي يكرر هذا السطر، بحطه اول سطر وبحذفه من السيركل ومن البين. هلا بقول له عند السيركل بدي ارسم، بدي اعمل درو لسيركل اكساتها نقطة الاحداثيات الستارت بوينت هي الاولد بوينت دوت اكس، والوايات هي اولد بوينت دوت واي. هلا الويدث والهايت بيتحددوا ببعد النقطة النيو بوينت عن الاولد بوينت، لانه اول ما ضغطت سجلت الاولد بوينت. كل ما انا عم حرك كل ما في نيو بوينت عم ترسم، فالفرق بيناتهم هو المسافة. فحروح اعرف انتجر ويدث equal old point new point dot x ناقص old point dot x، وانتجر height equal new point dot y على ناقص old point dot y. بهي الطريقة برسم rectangle والcircle بالبعد يلي الويتس بحدده اليوزر والهايت اللي بحدده اليوزر عن طريق الدراج. نفس المعادلة هستخدمها لحتى ارسم ريكتانجل، وهستبدل السيركل بريكتانجل. هعمل رن للابليكيشن F11، اشوف البن لساته شغال وموجود. هلا لما حاضغط على السيركل وحاضغط هون تسجلت الاولد بوينت، انا عم بسحب حيرسم للنيو بوينت. بس شوفوا هلا شو حيصير، بكل سحبه انا عم بسحبها، بكل موشن، بكل حركه للفاره، عم برجع ارسم سيركل جديده. اذا بكبر او اذا بصغر هون عم برسم سيركل جديده. اذا بكبس على الريكتانجل، اول ما كبس على الريكتانجل تغيرت هذا الاولد بوينت، صارت اولد بوينت جديده. هلا انا عم بعمل دراج عم تحرك، بس لاحظوا بلش ناقص 50، يبدو انه نحن بالدرو ريكتانجل ما امنا ناقص 50. ايوه هاي بيطلع منزاح ناقص 50 بكسل، بيطلع مو طبيعي مثل الرسام العادي. فهلا اضغط ريكتانجل، بضغط نحطت الاولد بوينت وبسحب، بلاقي عم برسم ريكتانجلز داخلهم ريكتانجلز. لاحظ المسافات بين رسم الريكتانجل، انا كل ما سرعت ايدي كل ما صار في مسافة اكبر. السبب هو امتى الايفنت عم ينطلب. الايفنت مو كل ثانية بينطلب، ولا مثلا كل لحظة بينطلب انه في له زمن معين. الايفنت هو بيطلبه السيستم حسب موشن الفارة. بس هون انا حركة ايدي اسرع من طلب الايفنت. فلو كانت حركة ايدي اقل من حركة الايفنت كان الرسم بشكل هيك، كان مصمت تماما. بس لاني اسرع فصار انا بقدر احرك ويبين كانه في فراغات بين الريكتانجلز. طيب هلا هذا الشكل ماله الشكل اللي بيطلع بالرسام العادي، انه انا بختار ريكتانجل بختار لون مثلا وبرسم السيركل او الاوفال وانا عم برسمه هو عم يتحرك. لاحظ ما بيطلع لي كل هاي التشويهات اللي بتطلع حواليه. لحتى اعمل هاي الخطوة انا بحاجة لنقطة مهمة، هي اول شيء حيكون في عندي الرسمة، بيكون في عندي اصلا على البانل رسمة راسمها اليوزر. فاذا اجى يرسم سيركل ضغط وكبس ورحت رسمت دويرة حمراء، بعد ما رسمت دويرة حمراء هو حرك ايده عم يرسم دويرة حمراء اكبر منها. فالدويرة اللي اصغر منها شو بعمل فيها؟ اذا بدي احذفها ما فيني احذفها بشكل عادي، انه هي الرسمة رسمت على ايمج صاروا بيكسلات ملونين. ما عاد فيني مثلا ارسم فوق دويرة بيضاء، لاني لو رسمت فوق دويرة بيضاء شايف هذا الخط الاخضر حيرسم فوقه كمان دويرة بيضاء، وبالتالي بشوه الرسمة الخلفية. لازم مثل كاني اعمل لاير،
لاير الصورة الرئيسية ولاير تاني الصورة الثانية اللي عم برسم عليها، وبالنهاية لما اليوزر ايمي ايده بروح اثبت هاللايرين على لاير واحدة. كيف فيني اعمل هالطريقة؟ بروح بسيف الايمج الرئيسية، كان في عندي رسمة اليوزر راسم رسمة، بروح بثبت هاي الرسمة على اوريجينال ايمج مثلا لاير تاني. اليوزر اول ما يضغط مثلا على السيركل، اول ما يضغط بروح بحفظ هي الايمج بحطها على جنب. هلا هو عم بيحرك اليوزر، كل حركة بيحركها بروح باخذ الاوريجينال ايمج وبحطها بمحل الايمج الجديدة وبرسم فوقها سيركل. هلا حرك ايده كمان اكبر، بروح باخذ من الايمج الموجودة الاوريجينال وبحطها محل الايمج وبرجع برسم، وهكذا. وبالتالي بس بيطلع الدائرة النهائية. هون في عنا ملاحظة كمان، انه انا هون عم برسم هي الاولد بوينت، النيو بوينت عم تكون اكبر من الاولد بوينت. اذا بتروح النيو بوينت لتصير اصغر منها فما عم يرسم، لاحظ؟ بس لما عم برجع اكبر عم يرسم. هون الفكرة انه لحتى نحل هي النقطة بدك تاخد قيم الويدث والهايت بالقيمة المطلقة، وبدك كمان الاولد بوينت والاولد بوينت اكس واي، مو شرط انه تبلش منهم، بتبلش من النقطة الأصغر. إذا النيو بوينت هي الأصغر بتبلشها منها، وإذا الأولد بوينت هو الأصغر بتبلشها منها. طيب خلينا نحن نشوف كيف فينا نعمل لايرين. فحروح على البفرد إيمج، هاي الإيمج اللي عم برسم عليها الرئيسية، حروح أعمل أوريجينال إيمج، هذا اللي حط فيه النسخة أول ما انضغطت على الفارة. فعلى أوريجينال إيمج إذا رحت وقلت له أول ما نعمل بريس origin image equal image، او بكل لحظة اليوزر عم يحرك ايده بتروح على الايمج وخذ من الاوريجينال، فالاوريجينال نظيفة ما فيها ولا دائرة حمراء. اما الايمج لما عملت draw rectangle ولا عملت draw circle الرسم عليها دوارة حمراء، لانه بالdraw circle اذا بتتذكروا عم قل له مجيب من الايمج create a graphic وروح ارسم عليها، بعد هيك عم قل له ريبينت. ريبينت بتطلب البينت كومبوننت، البينت كومبوننت بيروح بيرسم هي الايمج على الجرافيك تبع البانل، وبالتالي انا السيركل رسمتها على الايمج والايمج بالريبينت رسمتها على البانل. طيب هلا بهي الخطوه المفروض نحن لما حفظتها باوريجينال ايمج لما اعمل رن تنجح العمليه. بس شوفوا شو في عنا نقطة نسيناها. هشغل الابليكيشن، هاختار سيركل، هلاحظ نفس النتيجة ما تغير شيء. هاختار ريكتانجل كمان نفس النتيجة. السبب وراء هاي القصة انه ضل نفس النتيجة انه لما نحن عملنا اوبجكت اساينمنت من اوريجينال ايمج لايمج هو ما عمل كوبي للداتا، ما حفظ قيمتين. اذا كانت هي طولها مثلا 1000 بـ1000 عندي مليون بكسل، ما راح اعمل انشلايزيشن لمليون بكسل تاني لهي الايمج. فعمليت هون ما صار عمليه كوبي. هون اذا بتتذكروا بالليكشر تبع الاوبجكت اساينمنت انه بالجافا لما اعمل اساينمنت من اوبجكت واوبجكت فهو ما بيعمل له كوبي، وانا بصير ريفرنس، بصير هذا عم ياشر على هذا، وبالتالي اول مره الاوريجينال ايمج هو عباره عن بوينتر عم ياشر على الايمج، والايمج نفسه هو بوينتر عم يأشر على مكان بالداتا، فصاروا هن اثنين عم يأشروا على نفس المكان. هلا لما رجعنا قلت له الايمج ايكوال اوريجينال ايمج، رجعوا اثنين عم يأشروا نفس المكان، وهون كمان رجعوا اثنين عم يأشروا نفس المكان، صار التأشير على نفس المكان، وبالتالي انا ما نجحت بعملية الكوبي. بالسي شارب انا بكتفي اني اعمل دوت كلون، بالجافا لحقق هي الكلون فانا بحاجة اني اعدل على البفرد ايمج كلاس وأعمل له implement interface اسمه iClonable. بدل ما أعمل هالخطوة حأستدعي حأكتب function بسيط يوفر لي عملية الكلونينج. هنزل لتحت وأعمل function حسميه private void clone image، بياخد buffered image buffered image، تمام، ياخذ buffered image او بيرجع buffered image يلي هي كوبي طب الاصل عن الايمج الاصليه.
بس النقص زيادة. خليني كمان هون حط underscore مشان ما يخربط بين الاثنين. طيب حقله أول شيء if كانت الايمج equal null فبالتالي الكوبي إلها كمان هو null. حلو return null بس مشان ما يأشر نفس البوينتر ما حلو return الايمج. هلا إذا ويلز حروح عارف أول شيء الايمج فيه أكثر عدة خصائص فلما بدي أنسخهم بالرام بدي تبع بدي لأنسخ ايمج من ايمج لايمج تاني بدي تبع عدة مراحل. أول مرحلة بدي أعرف الكلر موديل تبعها، تاني مرحلة بدي أعرف إذا هي فيها ألفا ولا ما فيها ألفا. بتعرفوا الايمج فيها ريد جرين بلو وألفا، الألفا هو كومبوننت اللي يتعلق بالشفافية. بالإضافة بدي استخدم writable raster. هذا الراستر هو بيقدر ينسخ مكان من الرام ويعمل له كوبي الداتا مثل ما هي لمكان تاني، بس ما بيقدر يعمل كوبي لأي مكان بالرام، بس الرام الابليكيشن تبعي هو عامل فيه ران، يعني بيقدر يعمل اكسس على الرام تبع الابليكيشن التانية بيمنعه الاوبريتنج سيستم لأنه. فأول شي حروح أعرف color model هسمي cm وأخذه من image image dot get color model. أخذنا الكالر موديل تبع الايمج. هلا حعرف بوليان اسمه مثلا is alpha. وقل له cm color model dot is alpha. is alpha permulated. بالنهاية حعرف writable raster دول ثلاث شغلات هسمي raster equal image dot copy data وقل له بدي انسخ ال image كلها. هعطينا هلا صار فيني اعمل new buffered image، عرف image جديدة بدي اعملها return. فحقل له return a new buffered image محتوياتها مو width و height و image type. محتوياتها هو أول شيء ال color model، ثاني شيء ال raster، ثالث شيء is alpha، والرابع ال tunnel. هيك صار عندي ميثود بتعمل كوبي بشكل كامل للايمج. وبالتالي نظريا هلا لما اروح على الكوبي، لما رحنا على البريس بدل ما اقول له اوريجينال ايمج ايكوال ايمج حقول له كلون ايمج لون ايمج واعطيه الايمج وحيرجع لي كوبي عنا وليس بوينتر ريفرنس. نفس الشيء هذا هطبقه لما بضغط الزر عشان الاوريجينال ايمج. الاوريجينال ايمج برجع اللي هي نظيفه اللي ما فيها ولا دويره حمراء بحطها بالايمج، برجع الايمج برسم عليها دويره حمراء صغيره، برجع ارسم دويره حمراء اكبر منها برجع باخذها من الاوريجينال اللي هي نظيفه. حمل رن اف 11 هلا هختار سيركل وارسمه. لاحظ كيف صرت انا عم برسم وكاني عم برسم مثل الرسام. فهيك نحن بكون عملنا اكسباندبل سيركل وبالاضافه نفس الشيء ريكتانجل وهن بما اني عم برسمهم على ايمج فانا عم بعمل مينيمايز عم بعمل ماكسيمايز فهي ما عم تروح الرسمه.